جزاكم الله خيرا. ماذا يعمل الواحد إذا أصبح جنبا ولا يستطيع أن يغتسل لأننا في منطقة ساحلية باردة؟ إذا كان عليه جنابة ولا يستطيع الاغتسال بسبب شدة البرودة وليس عنده ما يسخن الماء ويكسر برودته وعليه خطر من استعمال الماء البارد، فإنه يتيمم، لأن هذا عذر شرعي يبيح التيمم لأنه يخاف الضرر على نفسه باستعمال الماء. نعم.